طيب تعالوا بقى نتكلم مرض السرطان في المنى. كتير جدا بيشوفوا المرض ده للأسف الشديد وبيقوموا خايفين جدا جدا. امتى الخوف وامتى يكون الامر محمود؟ يكون الامر محمود على حسب هيئتك في الرؤيه. في بيكونوا شايفين عندهم مرض سرطان في الرقبه، في القدم، في اليد، هو احسنهم في اليد، يعني بيكون رمز ان في زياده خير مقبل على الراي، ان الراي هيتلقى بقى ماديات، هيتلقى او في حد مثلا هيكون مقرب منه باذن الله تعالى، ربنا هيراضيه قوي 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 الفترات اللي جايه، ومش هيحتاج لحد خالص. ولو كان مثلا واحدة عايزة حمل هيجي لها حمل، يبقى جاي دايما من الأرزاق الطيبة، من الأرزاق الطيبة. طيب لما يكون المرض ده في الثدي، في الثدي يعني بيكون لو الواحدة منتظرة حمل بيحصل لها حمل. لما يكون الواحدة عندها هم تقيل جدا وحست بمرض السرطان وفي الثدي، بيكون هي شايلة مسؤولية تقيلة جدا ومؤثرة فيها. المهم بيكون عندها حتة الحزن، يعني أو الألم، سوري مش الحزن، الألم بتفرق شوية في الحزن. في بشر الصابرين بتقولي ولو في الدم، في الدم ده تحذير، في الدم ده تحذير على طول، تحذير. يا بيكون الشخص ده في حاجة في طبعه سيئة، أو الرائية اللي شافت المنام بيكون يعني إيه فيها حتة الظن السوء شوية، بيبقى في حاجات كده يعني إيه نراجع نفسنا فيها شويتين تلاتة كده. أما ما بيكون بقى في الرقبة أو في الرأس، دي كلها بتكون جايه من المسؤوليه، او في الكتف بتبقى جايه من المسؤوليه، ضغط 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 على الانسان شديد جدا، وعلى قد تحمله المسؤوليه على قد ما ربنا هيبدل حاله بخير عظيم جدا جدا جدا. في ناس بتشوف انها عملت عمليه، واحده كمان بتقول هي الركن الشديد، بتقول شفته في رجليا مرض السرطان في رجليكي. ده بيكون انك انت بتسعي بتسعي وبتسعي بمجهود شديد قوي قوي في حياتك ان انت تحصلي على امر ما، وهتحصلي عليه، هتحصلي عليه، مش مثلا الموضوع لا بيتوقف، لا خالص بتحصلي عليه فعلا بإذن الله تعالى. عالية. طب لو كان المرض ده تحت الظهر، تحت الظهر، لو متزوجة بتفرق، او متزوج بتفرق، فأوقات تخص في الزوج او الزوجة، او تحمل امر ما او قيل او قال، يعني لها تأويلات كتيرة جدا دي بالذات، وخصوصا لما اعرف بس ايه الشخصية اللي شافت منام زي ده، لازم نعرف الصفات ايه والدنيا معاه ايه عشان نعرف الدنيا ماشية معاكم ازاي. سرطان الرئة، سرطان الرئة طبعا من الرموز اللي بيكون الانسان ده لازم عليك كتمان، عليك الكتمان. يعني تقفلي شوية في أمور حياتك، تمام؟ ولو انت كتومة بيبقى بيقع على الأمر زي ما انت شفتي كده بالظبط. ملوكتي حبيبتي العلاج بالكيماوي، العلاج بالكيماوي في الرؤى بحبوش. لا لا، بيبقى في نميمة، نميمة شديدة جدا 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 عليكي للأسف يعني. طيب حاجة تانية بقى، الرموز اللي أنا بقولها دي ممكن تتغير لحد تاني، ممكن تتغير لحد تاني على حسب سياق منامه. ركزوا في الجزئيه دي، لان انا في ناس بتجيلي انت قلتي كذا كذا يا دكتوره يبقى ده تفسيره كذا، هقول لا، كل حاجه على حسب سياق المنام. انا بديكوا بس رتوش كده من بدايه يعني ايه حاجات هفوات كده تقدروا ايه تستشفوا بيها، او تقدروا تهدم نفسيا لو شفتوا حاجه زي كده. لكن في اوقات رؤى بحب استفسر شويه، طب اللون بتاع الجلد كان شكله ايه، طب كان فيه وجع، طب كان حجمه كبير، طب حد شايفك كان مش مئز منك، طب انت كنت قاعده شكلك ايه. في حاجات كتيره قوي قوي بتغير مسار واتجاه التفسير. تمام كده، والله اعلى واعلم.